طبعا يسعدني هذا الصباح يكون معي الدكتور احمد المشهور لنتعرف عن سر واهميه ابره سونيكوس لصحه وشباب البشره واكثر العلاجات التجميليه والطبيعيه للعنايه بالبشره. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. هلا هند، الف عافيه ومره ثانيه من العايدين الفايزين ان شاء الله. الله يسلمك. دكتور، سير نيو ترند سونيكوس اللي الكل عم بيحكي عنها، كيف ممكن نستفاد منها بعد رمضان مباشره؟ هلا شهر رمضان كمان كثير مفيد للبشره، لانه مو بس بيحسن من العمليات الاستقلابيه، كمان بيصير في ديتوكس عن الميك اب خاصه عند السيدات، فبترتاح البشره بهالفتره هاي عند البعض. بس اللي بيصير ممكن اوقات بيصير في فقد كثير او اكثر من اللازم بموضوع السوائل، فهون بننصح انه نشرب السوائل بكميات كافيه، وكمان نغذي البشره بالحقن التي تحتوي على الهيالورونيك اسيد تحديدا مثل السونيكوس. هلا شو اللي بيصير بهي الابر او هي النوع من الابر؟ شو هي مكوناتها يمكن، او نوعيه الفيتامينات او تماما المكون الرئيسي هو الهيالورونيك اسيد. نحن دائما حقن الهيالورونيك اسيد بطريقه نان كروس لينك، يعني ما بيعطي فوليوم، هو بس بيعطي ترطيب ونضاره للبشره. هي كانت موجوده قبل. ميزه السونيكوس هلا انه اضافوا عليها الاحماض الامينيه او الامينو اسيد، فصار هالتأثير المضاعف بين الهيالورونيك أسيد والأمينو أسيد، فبالتالي صارت النتيجة مو بس نضارة قصيرة الأمد، لا صارت طويلة الأمد على مدى سنوات، على مدى سنة خلينا نقول، لأنه الأمينو أسيد أو الأحماض الأمينية السيدات بعد سن 25 والرجال بعد 35 بتنقص سماكة الأدمة، ببلش يصير فيها الشرينك. الأمينو أسيد أو الأحماض الأمينية هي اللي بتحرض الخلايا اللي موجودة بالبشرة إنه ترجع تشتغل من جديد، وبيرجع عنا بنسمك هالطبقة هاي، وبالتالي هذا اللي فينا نسميه أنتي إيجينج طويل الأمد أو نضارة طويلة الأمد. دكتور، السؤال اللي بيطرح نفسه، مين الأشخاص اللي ممكن يستفادوا من هذا النوع من الإبر البديلة للفيلر، وكيف ممكن يستفادوا منها تدريجياً؟ هلا شوفي، ان جنرال كل الاشخاص اللي بعد سن ال 25 اللي بيصير في عندهم ترقق بالبشره، الاشخاص كمان اللي ما نن مؤهلين انه نحقنهم فيلر مثلا تحت العين، الطبقه كثير او طبقه الجلد فيري ثين ما فينا نحط فيلر، هدول بيستفيدوا كثير على الهيالورونيك اسيد والامينو اسيد يعني مثل السونيكوس. الاشخاص اللي في عندهم شحوب وبيحتاجوا نضاره، الاشخاص اللي عندهم مناسبه قريبه، الاشخاص اللي خسروا وزن مثلا نقص المعدة وتبعات، نعم نعم، أو الكرمشة تماما. فهي كلياتها بتعطي بوش أو من النمط اللي بنسميه سكين بوستر، اللي بتساعد على نضارة البشرة وليفتنج افكت بس من دون فوليوم، فهي ما أنا فيلر يعني هي ما رح تعطي فوليوم. طب دكتور، كم جلسة نحتاج لنحصل على النتائج، وشي طبيعة النتائج اللي يعني بنحصل على بشرة نضرة، بشرة مشدودة، شو كمان؟ النتيجة المباشرة، النتيجة المبدئية بتظهر خلال 3-4 أيام، اللي هي الووتر ريتينشن اللي بيعملها هيالورونيك أسيد. بس النتيجة طويلة الأمد لا، تحتاج إلى مثلا تبلش من أسبوعين ثلاثة وحتى 3 شهور. لهيك الدراسة اللي معمولة مثلا على هالإبرة، الشركة بتنصح أنه أو الدراسة بتنصح أنه بعد أسبوعين لثلاثة بنكررها على مدى 3 سيشنز، وهيك 3 جلسات بعدها بكفي بنعيد جلسة واحدة بعد 6 شهور. فهيك بالريسيرش شافوا أنه كل البيشنت أو السيدات اللي عملوها على مدى سنة هن they have the effect، يعني عندهم الإفكت من نضارة من رونق بالبشرة من دون فوليوم البشرة شابة. طب بالنسبة للسيدات اللي ما يمكن عمرهم تجاوز 50 أو ربما بيعانوا من كثرة التجاعيد، هل ممكن أيضا يستفادوا من كثير بيستفيدوا عليها، خاصة لما يكون في كراكس، في تشققات بالجلد، في مناطق ما فينا نحط فيها فيلرز، بتكون دايناميك اطراف الفم، حوالي الفم، تحت العين، فهدول كثير بيستفيدوا على هالنوع من الابر، لانه هي البشره بتصلح نفسها، بتصير ثكر، بتصير اسمك، بتصير فيها نضاره، كانه فيها كولاجين. اكزاكتلي، هو محرض للكولاجين، نحن ما فينا نحقن كولاجين، بس فينا نعطيك المكونات الرئيسيه للكولاجين مشان الجسم يبلش يركبها. لهيك بنشوف يعني كثير هي متبعه بالسليبرتي اللي موجودين برا، اللي ما بحبوا كثير حقن الفيلرز مشان ما بتغير الملامح عندهم، they do this kind of treatment. طيب دكتور، بالنسبه للاشخاص اللي مثلا حقنين فيلر، حقنين مثلا علاجات تجميليه ثانيه، ابر نضاره، ابر او مثلا عندهم اشياء دائمه، هل ممكن يلجأوا لهذا النوع من العلاج؟ اي هلا هي العلاج بالعكس بيطول عمر الفيلر اذا كان من نوع الهيالورونيك اسيد، لانه هو بيزيد الترطيب داخل البشره، فبالتالي بيطول عمر الفيلر من دون زيادة بالفوليوم، فبالتالي نقلل كمية الفيلر اللي ممكن تنحط بالمستقبل. هلا لا، الأشخاص اللي حاقنين بيرمننت فيلر
لا ما بننصح انه نشككم اي ابره، يعني بغض النظر شو نوع الابره ما بننصح انه نتداخل على المنطقه اللي فيها بيرمننت فيلر ات اول. في اي سايد افكت؟ سايد افكت ممكن يكون موجود مثل اي ابره، بس اللي هو السمبل يلي هو ممكن يكون بروزنج، كدمات عند الحقن، سويلنج، تورم خفيف على مدى كم يوم، لكن هي من امن انواع الابر الموجوده لانه المكونات موجوده ببشرتنا، نحن عم نخسرها، عم نخسر هالبالانس، فبالتالي احنا عم نعيده. اكزاكتلي يعني ما في شيء نبنيها من تماما، ما في شيء عم نحقنه هو خارج عن المالوف او مو موجود ببشرتنا. انا اخذتني الابره كثير، بس دكتور شو الروتين المناسب للعنايه بالبشره سواء بشكل طبيعي او تجميلي بعد رمضان مباشره؟ بشكل روتين عندنا دائما انا بقول قاعدتين، تقشير خفيف، ترطيب شديد، هي اهم قاعدتين نتبعها بالبشره. التقشير البيلينج الخفيف اللي بيكون باحماض الفواكه او بالريتينول هذا انتي ايجينج ونضاره على مدى السنه، وترطيب شديد. بشراتنا العربيه تحديدا بتخسر قابليه انه تخسر الووتر كثير او خاصه بالجوهاد، فالترطيب الشديد مع التقشير الخفيف هي اهم شيء. الاكل الصحي اكيد، تطبيق بعض انواع الفيتامين على البشره از انتي اوكسيدنت مثل الفيتامين سي كثير مهم للبشره، و هاي الأبر أو هاي تحديداً هاي النوع من الأبر الهيرونيك أسيد إذا عملت مرة أو ككورس مرة بالسنة كتير تكون ممتازة عند الأشخاص، حتى كوقاية إنه ما تحفر عندهم هاي التجاعيد وما نضطر إنه نحط كميات كبيرة من الفيلر لنستعيد الفوليوم، لا نخلي الجسم هو اللي بيعمل الفوليوم. السؤال الأخير بالنسبة لإبرة سونيكوس، هل يتحكم العمر يعني باختيارنا لهذا العلاج أم ربما طبيعة البشرة؟ الاثنين حقيقة، الاثنين لهم دور بالموضوع، يعني الحالات اللي فيها كتير خسارة بالفوليوم بدنا نضطر نعمل أكثر من سيشن، سمتايمز بنضطر نعمل فيلرز وبعدين نحط السونيكوس. والعمر كمان بالأعمار الكبيرة ممكن يعني نشاركها مع أشياء تانية، مع ممكن جلسة راديو فريكوانسي، مع جلسة ليزر مشان استيوميليت. أقل عمر مثلا سنن أصار من 25 بمبلش نحن. ألف عافية، الحديث معك لا يمل، ما